تحت رعاية سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك المفدى للشؤون الإعلامية أقامت مؤسسة الأيام للنشر وبحضور نخبة من أعضاء السلك الدبلوماسي والمثقفين والأدباء حفلة تدشين كتابي قطر الواقع المر والخليج العربي بين المصالح والتحديات للباحث في الشأن الخليجي ومجلس التعاون السفير حمد العامر. حيث قدم الكاتب دراسات وقراءات شامله ودقيقه للواقع والتاريخ السياسي لمرحله مفصليه عاشتها منطقتنا العربيه والخليجيه تحديدا ما قام به النظام القطري خلال العقود الماضيه من ممارسات خطيره ونهج تخريبي سارت عليه وتبنته السياسه الخارجيه لنظام الدوحه تطلب دراسه وتوثيقا دقيقا للاحداث والوقائع وذلك ما جسدته كتب الباحث في شؤون الخليج ومجلس التعاون السفير حمد العامر. في الحقيقه الاخ حمد العامر استطاع من خلال ثلاث كتب ان يسجل مرحله مهمه في تاريخ ليس تاريخ البحرين وانما تاريخ المنطقه ككل منطقه الخليج العربي. وانا اعتقد بان ما سجله اتى من تجربته الطويله كدبلوماسي في وزاره الخارجيه وكسفير في وزاره الخارجيه منذ اكثر من اربع عقود الحقيقه هذا اليوم يوم مهم وهو اصدار كتابين كتاب الاول في جزئين وهو الخليج العربي بين المصالح والتحديات والاخر هو كتاب قطر الواقع المر الحقيقه ان الكتاب الاول يسجل فتره مهمه من تاريخ المنطقه منذ تقريبا الخمسينيات حتى الان اما بالنسبه لقطر الواقع المر فهو كتاب حقيقه يسجل احداث المشكله بين دول مجلس التعاون ودوله قطر. احداث مفصليه وتغيرات متسارعه مرت بها المنطقه العربيه والخليجيه على وجه الخصوص فتاثرت واثرت في توجهات وسياسات ومصالح هذه الدول فبات التوثيق انجع سبل صون التاريخ في ظل تبني بعض الدول والجهات نهج التلفيق والتزوير للحقائق والمعلومات. هذه الكتب لها اهميه من زاويتين، الزاويه الاولى انها تاريخ لتاريخ الدبلوماسيه لمملكه البحرين، الثانيه تعليم ونقل الخبره الى الاجيال القادمه. من أهداف مؤسسة الأيام للنشر تبني المشاريع الثقافية وفي هذا الوقت باتت هذه المشاريع من أهم الأسلحة للتصدي لتزييف الحقائق والمؤامرات التي تشهدها دولنا في المنطقة خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي أعتقد هذه الإصدارات مهمة للمكتبة البحرينية بما فيها من معلومات وتوثيقية ونحن الآن في هذه المنطقة نمر في متغيرات وأعتقد الجيل الجديد يجب أن يعي ويعرف العمق المعرفي والخبرات المتراكمه التي امتاز بها الكاتب والباحث حمد العامر جعلت من مضمون كتبه ماده رصينه الفكر والمعنى ساميه الرساله والامانه في توثيق مرحله مهمه تغذي الذاكره السياسيه للمواطن العربي والخليجي. يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين.